مساء الخير على كل متابعينا ومتابعي جريده الوطن في كل مكان. احنا دلوقتي معاكم في فيديو جديد عن هنكلمكم عن نعامه عين شمس، يعني اشهر نعامه هنا موجوده في منطقه عين شمس، عايشه وسط الاطفال الكل بيتعامل معاها، اللي هي واحده من الشارع ليها قصه الحقيقه، قصه غريبه، قصه عجيبه. هنتكلم دلوقتي مع صاحبها وهنعرف اكتر عنها. زي ما احنا شايفين كل الاطفال بتجري معاها، بتتعامل معاها، بتلعب معاها في الشارع. قصة حب كبيرة، وشايف كل الأطفال متجمعين حواليها زي ما احنا شايفين، كله بيجي وراها. كله بيتعامل معاها كأنها واحدة من الشارع زي ما احنا شايفين. هنتكلم دلوقتي مع صاحب النعامة اللي هيكلمنا أكتر عنها. أستاذ جمال، الاسم جمال احمد، جمال احمد المملوك. والله انا فاتح محل طيور في عين شمس اسمه طيور المملوك. ربنا اكرم وانعم علينا من حوالي 7-8 سنين، ان فكرت في فكره النعامه ان اكون مختلف عن اي محل فراخ. انا كنت بتبع الفراخ وهي شغالين فيها حلال، وما كنتش فاهم اي حاجه في المجال، فحبيت ان انا اعمل حاجه مختلفه عن اي حد. ففكرت في فكره النعامه ان هي من مجال الطيور، وهي حاجه مش موجوده او نادره. فابتديت اتبع اول نعامه في سنه 2012 او 2013. فاول ما جبت نعامه، ربنا اكرم في نفس الاسبوع ده ان جبت حوالي 9 نعامات في حوالي اكتر من 8-9 ايام، لدرجه ان في اسبوع جبت 2 مرة واحدة، كنت ببيع الكيلو ب 70 جنيه في الاول خالص. هي النعامه دي، بص، انا ربيتها وقفتها في الشارع، وهي عمرها ما بتأذي حد زي ما كانت الناس بتقول قبل كده في اللايفات. النعامة دي بالعكس هي لما عين شمس كلها دي، بص لو بصيت وراك حضرتك الناس هتلاقي كله عند طيور المملوك. لو انت عديت في اي حد يقول لك شارع النعام، شارع المملوك اللي بيتبع نعام، هو الناس بتوصف لبعض المكان عن طريق اللي بيتبع النعام. وجبنا غزالة قبل كده وعملنا عروضات في الفراخ بفضل من ربنا اكتر من مره بطريقه مختلفه عن اي حد. وفي فيديوهات لو دخلت على جمال احمد ابو انس هتلاقي الكلام ده كله موجود، وفيديوهات للنعام، وهتشوف بدل النعامه 2 و3 الناس بتيجي تتصور معاها، الناس بتبقى شايفاها الاطفال، يا ماما نعامه، او دي اللي ركب عليها محمد هنيدي قبل كده، يا ماما دي اللي راكب عليها، طب عايزين نركب، يجي يتصوروا جنبها يا فندم عادي، ويتفضلوا يمشوا وانا عادي، يعني دي فرحه. ما هي لو اذت النعامه من الاطفال انا اللي هضر، ان انا بجيبها كان بفلوس فانا اخاف عليها ودي روح، فطبعا ما فيش اي اذيه منها. العيال بتبقى فرحانه بيها ان هي نعامه، كانها زي في جنينه الحيوانات، شايفين حاجه مختلفه عند بتاع فراخ. اما بالنسبه للنعامه ذات نفسها هي عمرها ما تتاذي، انت واحد بتتصور جنبيها عمرها ما تاذي حد، هي مش اسد ولا، هي نعامه كل حاجه فيها ناعمه، حتى لحمتها ناعمه بصراحه، كل حاجه فيها جميله. هي دخلت محل العطاره زي ما بقول لك قبل كده، فاختي توها نزلت فيديو، هو عمل 50,000 مشاهده، وبعد كده في يومين وصلت 900,000 مشاهده، وزي ما حضرتك كده نورتنا جريده الوطن، وتشرفنا بحضرتك طبعا ان انت تيجي عين شمس وتصور عندنا النعامه، واحنا طبعا سعداء وفرحانين بحاجه زي كده، و نتمنى ان احنا نكمل على طول بردك في هذا الموضوع، لان
بالنسبه لنا مفيش ضرر، بالنسبه للناس كلها مفيش ضرر، هي عمرها ما اذت حد، عمرها ما بتاذي حد، بل بالعكس الاطفال كلها ملمومه حواليها من فرحتها، ده عشان هي بتعمل بهجه في المكان، فرحه في المكان، بتوصل يعني ايه. لما اول ما كانت تنزل النعامه عين شمس، النعامه جت، النعامه جت، الاطفال كلها تتجمع. انا داخل في دي، انا بقالي اكتر من 9 سنين، لكن دي بقالها بتاع سنه بتاع اقل من سنه، دي اقل من سنه في الشارع، اما انا بقالي اكتر من 9 سنين 10 سنين. ببع على طول، ببع والحمد لله مستمر، ما وقفتش. انا ممكن اطلع لك اي حد عليها، تعالي كده يا ساندي، ما تخافيش، تعالى يا محمد، امسك قلبك جامد، امسك النعامه، اهو محمد احمد سالم عن النعامه عادي، لا اي حاجه، كله واقف جنبيها ولا اي حاجه، برضو ولا اي حاجه، ولا بنربطها يا فندم ولا اي حاجه، هتلاقيها ماشيه طبيعيه وكله فرحان بيها. نعامة عين شمس في محل طيور المملوك، يعني زي ما احنا شايفين، يعني العيال بيتعاملوا معاها، الاطفال بيتعاملوا معاها هنا في الشارع، بيجروا بيلعبوا معاها، يعني الحقيقه قصه مختلفه، قصه يعني زي ما اتكلمنا مع صاحب النعامه، يعني هي بيقول ان هو ما فيش اي يعني معامله وحشه مع النعامه، ولكن الكل بيتعامل مع النعامه كانها حد هنا، يعني ترفيه بالنسبه للاطفال. شايفين طبعا الاطفال الكل بيتعامل، زي ما احنا شايفين حالة حب الحقيقة من الأطفال. يعني حالة حب، حالة ترفيه. شايفين الأطفال كله بيسقف، بيتعاملوا بيها. شايفين الكل كل بيكري بيها، الكل بيتعامل معاها. دي يعني بندلعها، نقول لها هدى هدى يا هدى هدى يا هدى كريم حب عد. شكرا جدا لكل متابعينا ومتابعي جريدة الوطن، ده كان الفيديو الخاص بينا وقصة نعامة عين شمس عايشة هنا وسط الأهالي والأطفال بيتعاملوا معاها إن هي جزء أو حاجة يعني مميزة في الشارع، بتجري بيسيبوها يوميا في الشارع، يعني دايما بيسيبوها ما بيحبسوهاش، يعني بتتعامل كل الأطفال بيجروا يتصوروا معاها ويجروا وراها. شكرا جدا، كنت معاكم أنا الصحفي أشرف العمدة، شكرا جدا لحسن المتابعة.